الهيلث بيهيفير قلنا ده سلوك الشخص بيعمله عشان يبقى ده سلوك اكتيفيتي اندر تيكن باي انديفيديوال، سواء هو عيان فعلا يعني ريجاردلس. ريجاردلس يعني ايه؟ يعني بصرف النظر هو عيان فعلا الاكشوال او بيرسيفد هيلث ستيتس، او هو حاسس انه عيان بس مش عيان، ما بيفرقش معايا. المهم هو اي سلوك هذا الشخص بيعمله، اي سلوك صحي هذا الشخص بيعمله تو بروتكت اند بروموت اند مينتين الهيلث. هو اذا قرنط بصرف النظر بقى عن ان السلوك ده فعلا فعلا اوبجكتيفلي افكتيف، يعني هيبقى مفيد فعلا ولا مش مفيد، كل ان الشخص ده راح للدكتور خلاص كل بقى اسمه هيلث ايه؟ هيلث بيهيفير. كل ان هو بيعمل دايت، كل ان هو بيلعب رياضه بقى اسمه هيلث بيهيفير، سواء وذا قرنط سواء هذا البيهيفير هيبقى افكتيف فعلا ولا لا مش فاهم. بصوا بقى، فممكن اول حاجه تجينا في الامتحان يقول لي الكاتيجوريز اوف الهيلث بيهيفير، يعني ايه اشكال وانواع الهيلث بيهيفير، كاتيجوريز اوف هيلث بيهيفير. فانا عندي اول حاجه اسمها بريفنتيف بيهيفير. بريفنتيف يعني ايه بريفنتيف بيهيفير؟ بريفنتيف بيهيفير يعني واحد سليم، واحد شخص سليم ولكن هو بيعمل سلوك معين عشان ما يجيلوش امراض، زي مثلا بنيجي تطهيرات للاطفال، زي ما بنغسل سنانا بالفرشه والمعجون مرتين في اليوم عشان سنانا ما تسوش، يبقى ده اسمه بريفنتيف بيهيفير. يبقى ايه كلمه بريفنتيف بيهيفير؟ عبارة عن activity undertaken by individual who perceives himself healthy. هو عارف ان هو healthy ولكن هو بيعمل البيهيفير ده عشان to prevent الايه؟ to prevent the disease. زي ما قلت لكم امثله كتيره جدا من التطعيمات والتوث براشز والحاجات دي كلها. يبقى ده اول حاجه عندنا اسمها preventive behavior. في behavior تاني اسمه utilization behavior. يعني ايه كلمه utilization behavior؟ يعني سلوك الشخص ده بيعمله عشان يوتيلايز يستخدم الهيلث ستيبس، زي مثلا الحوامل لما بيعملوا زيارات متابعه اثناء الحمل الانتي نيتال كير سيرفيسز، ده مثال لليوتيلايزيشن بيهيفير. المهم بقى تعرفوا لي الفرق بين حاجتين، تيجوا في الام اس كيو حاجتين مهمين قوي، ايه الفرق بين كلمه النس بيهيفير؟ النس بيهيفير، وايه الفرق بين كلمه سيك رول بيهيفير؟ سيك رول بيهيفير. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين معناهم سلوك الانسان بيعمله لما يكون عيان، لما يحس ان هو عيان. يعني الاثنين الالنس بيهيفير والسيك رول بيهيفير، الاثنين البيهيفير ده الاثنين الانسان بيعملهم لما يكون ايه؟ عيان. بس الالنس بيهيفير معناها ايه؟ الشخص بيروح للدكتور عشان يتشخص، هو بيروح الهدف البيهيفير بتاعه ان هو عايز يعرف هو عنده ايه وياخد الدواء، الدكتور ياخد الروشته اللي فيها الدواء، ده معنى كلمه الالنس بيهيفير. لكن كلمه سيكرول بيهيفير ان العيان بعد ما خد الروشته اللي فيها الدواء راح صرف الدواء وماشي على الدواء مظبوط، بيعمل دايت مظبوط، بيلعب رياضه بمواعيد منتظمه، ده اسمه سيكرول بيهيفير. تاني يبقى احنا قلنا كلمه الليس بيهيفير، يعني ايه كلمه الليس بيهيفير؟ ده عباره عن ايه؟ اكتيفيتي اندر تيكن باي انديفيديوال هو بيرسيفز هيم سيلف ديزيز، ان هو ايه؟ عيان اهو، عنده ايه؟ عنده الليس. طب هو بيروح للدكتور ليه؟ تو ديفاين ستيت اوف فيتس، عشان الدكتور يشخص هو عنده ايه وعشان ياخد السيوتا والريميدي، ريميدي يعني دواء او علاج، ياخد الروشته اللي فيها الدواء. كل ان هو عارف عنده ايه وخد الروشته ده حاجه كويسه، ده اسمه ايه؟ الليس بيهيفير. لكن في حاجه ثانيه اسمها سيك رول بيهيفير، نفس الكلام برضه، بيهيفير اندر تيك او اكتيفيتي تيكن باي ذا انديفيديوال هو بيسيف هيم سيلف ايه؟ از ال، ان هو عيان بس الهدف هنا ان هو عايز ياخد الدواء يمشي على علاج مظبوط، يبقى تو جيت ايه؟ بيتر. يبقى هنا ده اسمه سيك رول بيهيفير. طيب الحاجه اللي بعد كده اسمها ريهابيليتيشن بيهيفير. يعني ايه كلمه ريهابيليتيشن بيهيفير؟ احنا قلنا ريهابيليتيشن يعني ايه؟ اعاده تاهيل. يبقى ده سلوك معين او اكتيفيتي تيكن باي ذا انديفيديوال في حاله السيريوس إلنس، في حاله ما يكون عنده ايه؟ إلنس شديد، عشان نمنع الايه؟ الديسابيلتي، عشان نمنع او نكنترول الديسابيلتي. طب بصوا بقى يا جماعه، انا بتكلم على انواع الهيلث بيهيفير، يعني انا بادئ الحصه النهارده بتكلم على انواع البيهيفيرز المختلفه المرتبطه بالصحه. في اول حاجه بريفنتيف، عايز امنع المرض. في يوتيلايزيشن، هنا واحد متعود ان هو يروح يعمل التحاليل كل 6 شهور، تشيك اب كل 6 شهور. في إلنس، واحد بيحب يروح عشان يعرف عنده ايه، بس ممكن يروح للدكتور وما ياخدش الدواء. لكن سيك رول، لا ده ماشي على الدواء بانتظام. ريهابيليتيشن، ده عاد فيها عشان نمنع الديسابيلتي. كل ديت بيهيفيرز باي انديفيدوالز، يعني شخص واحد اللي بيعملها. لكن في بقى بيهيفيرز باي ذا كوميونتي، حاجه اسمها كوميونتي اكشن، الكوميونتي كله بيعمله. كوميونتي اكشن زي مثلا ايه؟ الحكومه لما كتبت على علبه السجاير التدخين يسبب السرطان ويؤدي الى الوفاه، منع التدخين في الاماكن العامه، لا
الالتزام بقوانين المرور والحزام والخوذة، يبقى ده اسمه community action. يعني ايه كلمه كوميونيتي بيهافير؟ يعني كولكتيف اكشن، ده حاجه جماعيه الدوله هي اللي عاملاها، بيهافير مش بتاع شخص ولا بتاع فرد معين، ده بتاع مجموعه من الافراد بتاع هيئات عشان اوفركم نتغلب او نتعامل مع الديتيرمينانتس اوف الهيلث اند ديزيز. كلمه ديتيرمينانتس يعني محددات او ريسك فاكتورز، انا عايز اقلل الريسك فاكتورز اللي بتعمل الديزيز، عايز ابقى امبروف الهيلث على قد ما اقدر. هو بس في حته مهمه قوي مكتوبه في الكتاب ممكن تجي لكم في الام سي كيو، بيقول لي ان مفيش برنامج في الدنيا سواء بريفنشن بروجرام او كنترول بروجرام من غير هيلث ايدوكيشن. فعشان كده بيقول لي حطوا خط تحت كلمه ان الهيلث ايدوكيشن ده يعتبر فيكسد كومبوننت، ده عامل اساسي. الهيلث ايدوكيشن ده فيكسد كومبوننت اوف اني بريفنشن اند كنترول بروجرام. فاحنا عشان كده هنتكلم النهارده على ايه هي النماذج. في نماذج مختلفه، كلمه مودلز يعني نماذج، وكلمه سيرس يعني نظريات. في عندي مودلز وفي عندي سيرس بتصف الهيلث بيهافير. اول نموذج هنتكلم عنه ان شاء الله اسمه هيلث بيليف موديل. هيلث بيليف موديل ان انا عشان اقنع واحد مثلا يبطل سجاير هلعب على الوتر الحساس اللي عنده، اشوف هو بيخاف من ايه او عايز اكلمه ازاي. يعني يعني انت ممكن يجي لك سؤال بثلاث درجات كل واحده بنص، يقول لك ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر او انفلوينس الهيلث بيليف موديل. ففي حاجه اسمها بيرسيفد سستينابيليتي، اول اثنين بيبدا بحرف الاس. يعني ايه كلمه بيرسيفد سستينابيليتي؟ اقول له انت لو ما بطلتش سجاير، لو فضلت تشرب سجاير هيجي لك القلب مثلا، او هيجي لك كانسر، او هيجي لك القلب. يبقى ده اسمه بيرسيفد سستينابيليتي. يبقى بيليف ان تشانس فور جيتنج ذا ديزيز، لو فضلت تشرب سجاير هيجي لك كارديوفاسكولار ديزيز، فيخاف يقوم يبطل سجاير. في ناس ما تخافش، يبقى ايه اشتغل على ناحيه ثانيه، حاجه اسمها بيرسيفد سيفيريتي. اقول لو فضلت تشرب سجاير هتموت، مش هتعرف تربي عيالك. يبقى هنا البيليف اباوت السيريوسنس اوف الديزيز، مش بقى بيليف اباوت سيريوس الخطوره، لو فضلت تشرب سجاير مش هتربي عيالك. اباوت الكومبليكيشنز اوف الديزيز. في بعد كده في واحد ثاني لا ما يجيش بالتخويف، ما يجيش بالحاجه الوحشه، لا عايزك تقول له الحاجه الحلوه. فالاثنين اللي بعد كده ابداوا بحرف البي، يبقى حاجه اسمها بيرسيفد بينيفيتس. اقول له عارفه انت لو عملتي فحص دوري باستمرار للبريست ومش عارف بريست اكزامينيشن وماموجرافي وحاجات كده، ان شاء الله هتلحقي نفسك لو في كانسر بريست هيتشخص بدري ومش عارف ايه، ومش هتدخلي في المراحل المتاخره. يبقى ايه بس عارف لو بطلت سجاير هتقدر تطلع السلم تاني ومش هتنهي وصحتك هتبقى احسن والضغط هيتظبط. يبقى هنا بيليف كلمه بيرسيفد بينيفيتس يعني بيليف ان افكتفنس ان اكسبكتد بينيفيتس. ايه البينيفيتس اللي هتقول عليه او الافكتفنس اللي هتقول عليه لما تبطل سجاير؟ لما تعملي السكرينينج تيست بدري في ميعاده. في بعد كده حاجه اسمها بيرسيفد بارير. يعني ايه بيرسيفد بارير؟ يعني اقول له ايه انت عارف لو رحت عملت السكرينينج تيست ما تروح تعمله يا اخي، ده سيف، ما امن، مش ما فيش فيه مشكله، وشيب مش هيكلفك فلوس وافكتف. يبقى ده اسمه بيرسيفد بارير. كلمه بيرسيفد بارير يعني ايه؟ يعني قلنا بيلعب على الوتر الحساس اللي عنده، يعني بيليف ان ذا كوست. اقول له السجاير بطل سجاير يا اخي، هتكلفك فلوس، هتخسرك فلوس كتير قوي، شوف علبه السجاير بكام، وانت بتشرب كام علبه سجاير في اليوم، الفلوس دي ولادك اولى بيها. يبقى ده اسمه بيرسيفد باريرز. يبقى انا عندي حاجتين ده حرف البي، في بيرسيفد بينيفيتس وبيرسيفد باريرز. بعد كده حاجه من بره وحاجه من جوه، حاجه من بره وحاجه من جوه، اسمها كلوز تو اكشن. يعني مثلا ايه بنته او اولاده او زوجته او اصحابه اقنعوه انه يبطل سجاير، اسمها كلوز تو اكشن. يعني الفاكتورز اللي ايه اللي هتبروموت الريدنس تو ستارت اكشن، يعني الحاجات اللي هتخليه عنده استعداد ان هو يبطل التدخين. ممكن كلمه كلوز تو اكشن فاكتورز معينه زي بنته بتقول له او اولاده بيقولوا له، دي حاجه اسمها كلوز تو اكشن. لكن في حاجه انا مش هطول، في حاجه اسمها سيلف افكسي. يعني ايه سيلف افكسي؟ يعني في شخص بقى من جواه قال لك انا هبطل سجاير، فعلا هبطل سجاير. فكلمه سيلف افكسي اللي اخدتها في السايكولوجي اللي هي ايه؟ اللي هي كونفيدنس ان وانس ابيليتي تو تشينج بيهافير. يعني انا واثق من نفسي ان انا فعلا اقدر ابطل السجاير بجد. فعشان كده يا جماعه ده اللي هي الفاكتورز افكتنج الهيلث بليف موديل. ودي امثله اهو، يعني كاتب مثال اهوت في الكتاب للهيلث بليف موديل. اول حاجه اهو مثال، اول حاجه اسمها بيرسيفد سيفيريتي، بقول له انت لو فضلت تشرب سجاير هتبقى ات ريسك تو ديفلوب ديزيز. بيرسيفد سستينابيليتي الاول، بيرسيفد سيفيريتي لو فضلت تشرب سجاير هتموت، سيريوس افكت يور هيلث. بيرسيفد بينيفيت لو عملت السكريننج تيست بدري ايش مرض هيتشخص بدري وهتاخد علاج بدري ومش هيجي لك كومبليكيشنز. بيرسيفد باريرز
السكرين تيست يا ابني متاح سيف وافيلابل واكسسبل ورخيص. كلوز تو اكشن يقول لك ان في سامثينج ريمايندز هيم، حاجه بتفكره دايما هو بطل سجاير زي بنته او حد من بره او هو حاجه من جواه. السيلف ايه؟ السيلف افكس. يبقى انا اول موديل عندي اسمه هيلث بيليف موديل، ده بيديسكرايب الهيلث بيهافير. يبقى احنا قلنا اول اثنين بيرسيفد سستينابيليتي وبيرسيفد سيفيريتي او بيرسيفد بينيفيتس وباريرز. وكلوز تو اكشن، ايه الفرق بين كلمه كلوز تو اكشن وسيلف افكاسي؟ صاحبك يقول لك زيك، بابا يقول لك زيك، اخواتك يقول لك زيك، ده اسمه كلوز تو اكشن. لكن سيلف افكاسي يعني انت بنفسك تذاكر، عندك العزيمه، عندك كونفيدنس ان يور اون ابيليتي تو ستارت نيو اكشن. في بعد كده نموذج تاني يصف الهيلث بيهيفير اسمه ترانس اكشنال موديل او ترانس ثيوريتيكال موديل. ايه بقى الترانس ثيوريتيكال موديل؟ قال لك انت عشان تبطل سجاير الترانس ثيوريتيكال موديل. ايه بقى هو الترانس ثيوريتيكال موديل؟ قال لك اول مرحله نمر بيها اسمها بري كونتمبليشن فيز، مرحلة ما قبل التأمل. يعني أنا مثلا إيه عشان أبطل سجاير، أنا مش مقتنع أصلا إن أنا هبطل سجاير في خلال 6 شهور الجايين، دي اسمها بري كونتمبليشن فيز. يا دكتور عبد العزيز إحنا بدأنا بنتكلم في شابتر الهيلث سيرفيسز بنشرح فيه موضوع اسمه هيلث بيهيفير، بدأنا خلصنا أول صفحة وإحنا دلوقتي في الصفحة رقم 2. في حاجة اسمها نظرية اسمها ترانس ثيوريتيكال موديل. يعني ايه ترانس ثيوريتيكال موديل؟ يعني بيقول لك الانسان عشان يغير البيهافير بتاعه بيمر بخمس مراحل، وممكن يفضل يمر يعيد الايه الدايره دي او يعيد السيركل دي اكتر من مره لحد فعلا ما يبطل سجاير. ايه خطوات الترانس ثيوريتيكال موديل؟ اول مرحله اسمها بري كونتمبليشن فيز. يعني ايه بري كونتمبليشن فيز؟ يعني انا مش ناوي اذاكر اصلا، زي اول السنه كده بتبقوا جايين من الاجازه ولسه بادئين، يا عم مذاكره ايه؟ خصوصا لو كان عندك تجربه سيئه في امتحان او كده. فكلمه بري كونتمبليشن فيز يعني شخص ما عندوش النيه، نو انتنشن ات اول تو ستارت ستادينج فور ذا نيكست 6 مانثس، دي اسمها بري كونتمبليشن فيز. يعني اهبل كده ولا اي حاجه كلمه كونتمبليشن فيز. الله ده احنا بدانا يا جماعه سنه رابعه، ده الكلام ده في اول السنه تبدا تفوق. يبقى هنا النيه بقت عندك ان انا هذاكر بس في خلال ايه الست شهور الجايين، يعني ان شاء الله ربنا يسهل بس على اخر السنه كده بذاكر اخر يعني ايه. يبقى ده ايه؟ ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه كونتمبليشن فيز. بعد كده في مرحله ثانيه مكتوبه عندكم في الكتاب اسمها بريباريشن فيز، زي قرب الامتحانات تبدا تتخض بقى. لا، يبقى كلمه بريباريشن فيز يبقى الشخص عنده النيه انتن تو ان هو يذاكر في خلال الشهر القادم النيكست 30 مانس، ويبدا بقى ايه يجيب المذكرات، بقى في سام بيهيفيرال تشينجز، يبدا ينتظم في حضور الحصص، يبدا يسال زمايله واحنا عندنا ايه في السنه دي يا ابني المناهج عباره عن ايه. فده اسمه البريباريشن فيز. وفعلا دخل الامتحان وذاكر وعدى على الامتحان اقل من 6 شهور او بطل سجاير ومبطل بقاله اقل من 6 شهور اسمه اكشن فيز. يعني انا عشان اقول ان الشخص ده في مرحله الاكشن يبقى بطل سجاير بس لسه ما عداش عليه 6 شهور. طب لو عدى عليه اكتر من 6 شهور بقى اسمه مينتنس فيز. اي حد في الدنيا عشان يبطل سجاير بيمر بالسيركل دي اكتر من مره، وبيخرج في اي يعني ممكن يخرج في اي حته في اي ممكن، يعني ممكن مثلا يقول لك انا هبطل سجاير خلال شهر ويرجع تاني ما لا ما يبطلش. ممكن مثلا بطل سجاير فعلا عدى شهر ورجع يشرب تاني. فعشان كده انا كاتب سطر تحت الجدول يقول لك ان الانسان ممكن يحصل ايه؟ اكزيت وري انتري ات اني ستيج. النظريه اللي بعد كده اهو ده شكله بقى اول السلام قاعد كده فكرت في 6 شهور قربت الامتحان كمان شهر اكشن بقى هذاكر واجيب الكتب والمذكرات. طيب في بعد كده نظريه ثالثه اسمها نظريه التعلم الاجتماعي، نظريه التعلم الاجتماعي اسمها سوشيال ليرنينج ثيوري. احنا بنتكلم عن هيلث بيهافير، احنا قلنا الهيلث اي سلوك مرتبط بالصحه سواء بريفنتيف او يوتيلايزيشن او ايلنس او سيكول بيهافير. فنظريه التعلم الاجتماعي اسمها سوشيال ليرنينج ثيوري، تطورت بعد كده اسمها سوشيال كوجنيتيف ثيوري لان دخل فيها دور العقل. فبيقول لك ان الانسان بيتعلم من حاجتين ما عنديش لهم ثالث، الانسان بيتعلم من حاجتين بيبول ليرن باي. اول حاجه اللي هي ايه؟ ريسيبروكال ديترمينيزم. يعني ايه كلمه ريسيبروكال ديترمينيزم؟ عشان لو جات لكم في الامتحان بيقول لك ان سلوك الانسان ده عباره عن ايه؟ انتر اكشن او بيعتمد على حاجتين، على البيرسونال فاكتور. يعني احنا كلنا كده قاعدين سلوكنا مختلف عن بعض اكيد، طريقه كلامنا نظام حياتنا لايف ستايل، لان ده بيعتمد على انتر اكشن بين البيرسوناليتي بتاعتك والبيئه اللي انت اتربيت فيها. فبيقول لك كلمه ريسيبروكال ديترمينيزم يعني الانسان متعلم ازاي ان في كونتينوس انتر اكشن ما بين حاجات كتير قوي، شكل البيت اللي انا طالع منه واتربيت فيه،
النادي اللي انا كنت بروحه وبلعب فيه رياضه. فالبيهافير في علاقه ايه ما بين البيهافير والسوشيال انفايرمنت، اصحابي وقرايبي واشوف هما بيتكلموا ازاي والبنت اللي عايشين بشكله ايه وايه والبرسوناليتي بتاعتي. الحاجه الثانيه، الانسان بيتعلم بالملاحظه، بيشوف بابا وهو بيصلي بيقلده في الصلاه. احنا ده اسمه ايه اوبزرفيشنال ليرنينج، ده جاست ان انا بوتش الشخص وبقلده. لكن في حاجه ثانيه اكثر احتراما اخذتها في السايكولوجي اسمها فيكاريوس ري انفورسمنت، نظام الايه المكافاه والعقاب او الثواب والعقاب. ان مثلا ايه انا ممكن اكافئ نفسي انترنال او حد يكافئني. حد لو انا عامل دايت، عايز اعمل دايت وبعدين مشيت على الدايت فتره كويسه قوي قوي وخسيت 5 كيلو، ابدا اقول انا هاكل الشوكولاته النهارده او هجيب مش عارف ايه النهارده، اكافئ نفسي عشان اكمل تاني على الايه. يعني اذا نظام الثواب والعقاب كلمه انسنتيف يعني حافز، بانشمنت يعني ايه العقاب. ده حاجه انترنال انا ممكن اكافئ نفسي. انا ذاكرت شديت على نفسي اليومين اللي فاتوا، انزل بقى العب ماتش كوره مش عارف ايه، او اروح مش عارف الجيم، او اروح البلاي ستيشن او مش عارف ايه. يبقى ده حاجه انترنال او اكسترنال ريسبونس، انا بتعتمد على البيهافير، سواء بتاثر في البيهافير ده هتخليني اكمل او ما اكملش. لو انا فضلت في مبدا الثواب والعقاب تاخده على طول اول باول، يبقى هيبقى فيك فرصه ان يبقى فيك كونتينيو ايه بيهافير. قلنا انسنتيفز يعني حوافز، بانشمنت يعني العقاب. يبقى احنا قلنا يا جماعه في نظريه التعلم الاجتماعي، انا بتعلم ان انا بقلد الناس اللي هي ريسبروكال ديترمينيزم او اوبزرفيشنال ليرنينج او السيلف افيكاسي. العزيمه بيقولوا ان العزيمه ديت معناها زي ما قلت لكم من شويه كونفيدنس ان وانس كوبينج ابيليتي تو بيرفورم ا تاسك. انا واثق بنفسي، انا له انا اقدر فعلا. الوقت مضغوط وعندي ستريس والماده صعبه، بس هقدر فعلا اجتزل ايه الماده ديت واجتزل المهمه ديت. دي اسمها سيلف افيكاسي. ممكن يجي لك في ام سي كيو بيقول لك ايه في ام سي كيو، ان السيلف افيكاسي ات از ذا موست امبورتنت فاكتور ان تشينجينج هيلث بيهافير. مهما اصحابي اقنعوني، مهما انا عمال اقول لكم في محاضرات من الصبح واقنعكم، انت قدراتك الشخصيه واقتناعك الشخصي هو الاساس. مهما بابا وماما في البيت اقنعونا، احنا الاساس. بدليل لو واحد عنده سيلف افيكاسي وتعرض لمشكله، واحنا كلنا يا جماعه اتعرضنا اكيد لمشاكل، كلكم انتوا اكيد اقوياء وصلتوا للمكانه دي، اكيد في ظروف معينه اتزنقت في ماده اتزنقت في موقف، فالسيلف افيكاسي بتنتصر في النهايه. لو واحد ما عندوش سيلف افيكاسي وبابا وماما وفر له كل حاجه، هيفشل تماما. فده اول موضوع اللي هو الهيلث كير. الموضوع الثاني اللي هنتكلم عليه ان شاء الله اسمه هيلث اوف بيبل وذ سبيشال نيدز. اهم سلايد السبيشال نيدز اللي هم الناس ذوي الاحتياجات الخاصه. هيلث اوف بيبل وذ سبيشال نيدز. دايما يا جماعه اي طفل او اي راجل كبير ايده مقطوعه، رجليه مقطوعه، عنده ديسابيليتي، ماشي بعكاز كرسي بعجل، بنبص له بصه مش كويسه، يبقى في نيجاتيف اتيتيود. يعني ايه كلمه نيجاتيف اتيتيود؟ الكلام ده احنا كنا بنسيبه بس ممكن يجي في الامتحان السنه دي نظام الامتحان الجديد. في انطباع سلبي عن الناس اللي ديسيبل، بتبعد عنهم، بتبص لهم بقرف، لان في مسكونسبشن، انت مش فاهم حاجات كتير قوي عن الناس دول، عن الجروب دول، دول ناس مهمين قوي في حياتنا. انت ما تعرفش ايه الاسباب اللي خلته يبقى ديسيبل. ممكن حاجه غصب عنه يا اخي، عيب خلقي، ولاده، اتولد عنده كونجنت انوميالي، حادثه، انجري، بيشتغل في حاجه معينه وايده اتقطعت. يبقى احنا عندنا ignorance about the causes. في نفس الوقت احنا بن under estimate the potential of the disabled. دايما بنستهون بقدرات الناس الديسيبل، يعني ممكن يبقى سباح ماهر او يجري في الماراثون ويبقى احسن من الناس اللي هم عندهم complete health status. فدايما احنا عندنا ايه غير كده وكده. لو حد في البيت عنده في البيت حد على عنده مشكله بيبقى مكسوف، يعني بيقولوا كده بالفلاح الخزيان، او ان هو الناس بتبص له وبتضحك عليه ويبقى عنده ستيجما، في شيم خجل او جلد او حاسس بشعور بالذنب، يعني مش مستريح نفسيا. فده اللي بيدي الانطباع السلبي عن الناس اللي ديسيبل دول. اي حد فينا ربنا يعافينا جميعا احنا وانتم، عنده حد ديسيبل بيخبيه في البيت، ما برضاش ينزل يروح بيه اي مشوار لانه خايف عليه من نظره الناس. في انطباع سلبي، لا انا وحش، انا عندي طفل معاق، او عندي حد معاق، او والدي والدتي اخويا اختي كبير صغير، يبقى ده ايه ده انطباع سلبي وما يعرفش ان الاسباب ديت وارد ان اي حد يبقى عرضه ان هو يبقى ديسيبل. ما يعرفش ان لو الشخص ده نزل ابنه ده او اخوه ده وشغله في وظيفه ممكن يعمل حاجه كويسه ويبقى له دور في المجتمع كويس. اهم سلايد في الحصه واهم حاجه في الحصه، السلايد بيجي عليها 5 اسئله ام سي كيو السنه اللي فاتت في امتحان اخر السنه. السلايد دي جي عليها 5 اسئله ام سي كيو في امتحان اخر السنه اللي فاتت. بيقول لي ان في 3 حاجات بيحصلوا بالترتيب. اول حاجه اسمها امبيرمنت. يعني ايه كلمه امبيرمنت؟ يعني واحد ايده اتقطعت،
حصل فيزيك حصل حاجه بيرمننت او ترانزيت فيزيكال او سايكولوجيكال او اناتوميكال لوس. واحد ايديه اتقطعت. طب وبعدين؟ دي حاجه اناتوميكال. لما حصل انترفيرنس ويز اكتيفيتي اكوردنج تو ذيس ايجنت 6 يعني ما عادش قادر يعمل الاكتيفيتي اللي زيه بيعملها، زي مثلا ما عادش عارف يشرب او يمسك كوبايه الميه بايده اللي اتقطعت، او ما عادش عارف يكتب عشان صبعه اللي اتقطع. فدي حاجه فانكشنال بقى اسمها ديسابيليتي. يعني ديسابيليتي يعني الانفيرمنت حاجه اناتوميكال. لما الحاجه دي اثرت على الفانكشن بتاعتي او الاكتيفيتي بتاعتي بقى اسمها ديسابيليتي. طب لما انا اثرت على شغلي، لما الديسابيليتي انترفير مع الرول اوف الانديفيدوال في الكوميونتي، لما الديسابيليتي بتانترفير مع الاوكيوبيشن، حاجه اوكيوبيشنال بقى ما عدتش عارف استخدم ايدي في الوظيفه بتاعتي لوس اوف جوب، دي لوس اوف هاند بقى اسمها هاند كابنج. يعني الهاند كابنج اوكيرز هو ان ديسابيليتي انترفيرز ويز ذا رول اوف ذا انديفيدوال، هو ان ديسابيليتي انترفير ويز وانس جوب. وصلت الفكره؟ يبقى انا عندي في ثلاث حاجات بيحصلوا بالترتيب، دول اهم حاجه في الحصه، اهم حاجه في الموضوع بتاع الديسيبل، الباقي كله اسباب اناتومي فيسيولوجي كلام فاضي. يبقى اهم حاجه عندي اللي بيحصل الاول الانفيرمنت، الانفيرمنت اللي بيحصل الاول الانفيرمنت ده حاجه اناتوميكال او فيسيولوجيكال او سايكولوجيكال. بص لما تاثر على الاكتيفيتي بقى اسمها فانكشنال، يعني بقى اسمها انفيرمنت، بقى اسمها ديسابيليتي. لما تاثر على الوظيفه اوكيوبيشنال بقى اسمها هانديكاب. نيجي نتكلم اسباب لا هو فقط البيت. لو قاعد بقى يشحن ما بيعملش حاجه يبقى شويه بس مش اساسيه قوي يعني خلاص. لا هو يعني الحته دي بتمهد اللي جاي بعد كده، بتمهد الديسابيلتي. بعد كده ايه اسباب الديسابيلتي والامبيرمنت؟ يا ده جد خدتوا الكلام ده في السنه الاولى. اسباب الديسابيلتي حاجات كونجنت، طفل اتولد عنده سباينا بيفيدا، طفل اتولد عنده سباينا بيفيدا، عنده هيدروكيفلس، عنده كونجنتال روبيلا سندروم، يبقى ده ايه؟ امبيرمنت او حاجه كونجنت. ممكن حاجه انفكشن، طفل جاله مننجايتس وما اتعالجش دخل في مينتال ريتارديشن، طفل جاله تراكوما وما اتعالجش دخل في بلايندنس، طفل جاله بوليو ما اتعالجش دخل في باراليسيس. وكلمه ثانيه بقى اسباب، انا بتكلم على اسباب الديسابيليتي اللي هي ادمن. ادمن بقى ايه؟ مشاهده قناه او تي في. فكلمه ادمن او تي في عشان بس نحفظ الاسباب المختلفه، لو طلعنا الحروف كده مع بعض يبقى ايه معناها اوتو اميون ديزيز. هتاخدوا السنه الجايه ان شاء الله في الروماتولوجي حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس، موضوع كده بتاع 30 صفحه. دي من الحاجات اللي بتعمل ديسابيلتي اللي هي الايه؟ الروماتويد ارثرايتس. دي معناها ديجنراتيف، مرض ديجنراتيف. من اشهر الحاجات الديجنراتيف ديزيز ربنا يعافينا الكاتاركت او المايه البيضاء، ده ديجنراتيف ديزيز بيعمل ديسابيلتي في الاطفال. الام معناها مالجنسي، المالجنسي ممكن يعمل ديسابيلتي. والملك والام برضه معناها ميتابوليك ديزيز. من اشهر حاجات الميتابوليك ديزيز الجوت، الدايبيتس، كل ده حاجات بتعمل ديسابيليتي. كلمه ادمن بقى يعني انتوا ايه؟ يعني مش دي المشكله. الام انفيشنال ديس اوردرز، من اشهر الحاجات اللي بتعمل ديسابيليتي في الاطفال الريكتس، مرض الكساح. فادمن مشاهده قناه الاو تي في. الاو بتاعه الديسابيليتي معناها اوكيوبيشنال. واحد يا جماعه جاله صمم مهني بسبب شغلته، جاله اوكيوبيشنال ديفنس، حصل له بسينوزس. هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله عشان تبقى اوبشنال. بسينوزس يعني التعرض لغبار القطن باستمرار، فعمل له اوبستراكتيف لانج ديزيز، بقى عنده اعاقه في الرئه بتاعته. بسينوزس على فكره، بس كلمه او تي في انا جبت التي من فوق اللي هي تروماتيك تروما عشان تبقى ايه؟ تبقى او تي في. فهو ادمن مشاهده الاو تي في. في حاجات ثانيه ممكن تعمل ديسابيليتي على فكره، زي بقى الناس اللي بتشرب الكحول والادكشن والحاجات دي كلها، او بتعرض للراديشن. فبصوا بقى احنا عايزين نتكلم الاول انواع الامبيرمنت ايه. انواع الامبيرمنت في سنسوري امبيرمنت. سنسوري امبيرمنت يعني واحد النظر بتاعه تاثر، ما عادش بيشوف كويس، بارشل او توتال برايتنس، او السمع ديفنس او ايه، او ديفنيتس لو هو ما عادش بيسمع، يعني ما في قبل سنتين مش هيتكلم، او السبيتش ده اسمه سنسوري امبيرمنت. في لوكوموتور، لوكوموتور هتاخدوها السنه الجايه ان شاء الله، يعني ماسكولو سكريتال سيستم. لوكوموتور يعني في مشكله في الابر ليمب او في اللور ليمب او في الفيرتيبرال كولن، يبقى ده يبقى الامبيرمنت. ممكن يبقى سنسوري، ممكن يبقى لوكوموتور، ممكن حاجات ثانيه، ممكن حاجات ثانيه اذرز زي المنتال ريتارديشن، زي الكونجنتال هارت، زي الابليبسي. انا النهارده بقى عايز اتكلم على حته مهمه كده في البريفنشن والكنترول. بصوا احنا قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه بتحصل ايه يا جماعه؟ اول حاجه بتحصل الامبيرمنت. انا مرسم مثلث كده اهو،
انا عايز امنع الامبيرمنت الاول. امبيرمنت الاول طيب ما قدرتش امنع الامبيرمنت يبقى نحاول ايه نمنع الديسابيليتي. لما ما قدرتش امنع الامبيرمنت طب ما قدرتش امنع الديسابيليتي يبقى نحاول نمنع الهانديكاب. الهانديكاب يبقى احنا يا جماعه تاني نتكلم مع بعض تاني. يبقى انا اول حاجه عايز امنع الامبيرمنت. نمنع الامبيرمنت ازاي؟ قال لي في الاطفال وفي الكبار. انا عندي الامبيرمنت في الاطفال اكتر ولا الكبار؟ في الاطفال اكتر. احنا عشان كده بنتكلم في الاطفال بالتفصيل. يبقى انا عشان امنع عايز امنع الامبيرمنت وامنع الديسابيليتي وامنع الهانديكاب. امنع الامبيرمنت ازاي؟ قال لي اول حاجه امنع اللوبر سويت. مش ده نوع من انواع الامبيرمنت؟ خدنا اللوبر سويت قبل كده ان احنا نعمل انتي هيتال كير كويس ونمنع البريماتيور ليبر ما نولدوش قبل ميعاده والام تاكل كويس اثناء الحمل. طب الحاجه الثانيه نمنع الكونجنتال انوماليز ازاي في الاطفال او الحاجات الجينيتك والكروموزومال. نمنع زواج الاقارب جينيتك كاونسل. ندي للفيميل الروبيلا فاكسين قبل الحمل بثلاث شهور. نعمل امينوسينتيسيس. امينوسينتيسيس يعني ناخد عينه من امينوتيك فلويد عشان لو الطفل عنده داون سيندروم بتبين. وفي حاجه زودوها في الكتاب برده مكتوب سكريننج لو في نيورال تيوب ديفكت بيبان في اثناء الحمل. وزودوا حاجه حلوه قوي اسمها فوليك اسيد سبلمنتيشن. خدناها قبل كده في الام سي اتش ان احنا بندي اثناء اول 3 شهور من الحمل الفوليك اسيد سبلمنتيشن. بندي فوليك اسيد سبلمنتيشن في اول 3 شهور عشان نمنع نيورال تيوب ديفكت ونمنع الحوادث. ما برده يا دكتور عبد العزيز من ضمن اسباب الامبيرمنت في الاطفال الحوادث. نمنع الحوادث ازاي؟ مكتوب ايه عندكم؟ مكتوب حاجه اسمها انجينيرنج وايديوكيشن وليجيسليشن. حد فاهم الفرق بينهم؟ انفيرم انجينيرنج يعني نعمل حزام امان في العربيه ده اسمه انجينيرنج. ايديوكيشن يعني ننصح الناس ان هي تلبس حزام الامان او تلبس اطفالها حزام الامان. طب ليجيسليشن يعني نلزم الناس بالقانون. ده الايه الثلاثه. يبقى كلمه انجينيرنج يعني امن عربيات يعني مزوده بالسيفتي ميجرز انفيرمنتال انجينيرنج. education يعني انصح الاطفال. طيب يبقى احنا قلنا يا جماعه اول حاجه هنمنع الامبيرمنت في الاطفال وفي الكبار. طب نمنع الامبيرمنت في الكبار ازاي؟ قال لك استنى استنى استنى. في الكبار يا دكتور عبد الرحمن في امراض بتيجي او حالات انيفيتابل حتميه ما اقدرش امنعها. قال لك خلاص ركز شوف انا بقول ايه وعندك الورقه مكتوب. قال لك الحاجات اللي ما اقدرش امنعها شخصها بدري وعليها بدري ودور عليها اول باول. تعالوا نترجم. شخصها بدري ايه دايجنوز عليها بدري تريت ودور عليها سيرفنس. امتى؟ لو هي ما لهاش بريفنشن يبقى الحاجات اللي ما لهاش بريفنشن شخصها بدري عليها بدري ودور عليها. والحاجه اللي لها بريفنشن زي الكورونري او زي الاكسيدنتس اعمل لها ايه بريفنشن. طب خلاص يا جماعه حصل امبيرمنت خلاص ايدي اتقطعت صبغه اتقطع جاله شلل يبقى احاول امنع الديسابيليتي. امنع الديسابيليتي ازاي؟ اول حاجه ايه نعمل كنترول للسيمتومز. نحاول ندي سيمتوماتيك كريدت يلعب رياضه فيزيوثيرابي اكسرسايز واخر اثنين هيلث ايدوكيشن اجيبه في العياده عندي واعمل له كونسلنج. خير مش مشكله انت هتقدر ايه حاول بس تحرك رجليك حاول تمشي حاول مش عارف تحرك ايديك يبقى ايه ده اسمه كونسلنج بينه وبينه. وهيلث ايدوكيشن ده قدام الناس انصح اسرته حاول ده نفسيا وتمشوه وتاخدوه يبقى في فرق بين الاثنين. طب افرض يا جماعه واحد بقى ديسيبلد ايه اتقطعت وما عادش عارف يشرب ميه بايده ومش عارف ايه. طب ما انا كده يا جماعه لو سبته فقد وظيفته يبقى هيدخل في الايه؟ في الهاند كابنج. يبقى عشان امنع الهاند كابنج لازم اخلق له وظيفه جديده. فعشان كده عشان امنع الهاند كابنج كاتب ايه في الكتاب؟ بريفنت ايزوليشن اوف ذا ديسيبلد. لانك لو حبست الديسيبلد وعملت له ايزوليشن انت كده بتجيب له هاند كابنج. لا اخلق له وظيفه جديده تتناسب مع ايه؟ مع احتياجاته. يعني احنا بنسميه ريهابيليتيشن او عد تأهيل. اللي ما جاش حصه امبارح انا عامل حصه زياده بكره الساعه 12 ونص للناس الافاضل اللي ما جوش حصه امبارح. الناس الافاضل اللي ما جوش حصه امبارح في حصه بكره اعاده حصه امبارح الساعه 12 ونص. كنا خدنا امبارح مذكره النيوتريشن. احنا
كده خلصنا شابتر الهيلث سيرفيسز. مذكره النيوتريشن كانت معاكم اربع ورقات شرحت صفحتين وفضل كده صفحتين. احنا بس بنفتح في الكلام ان شاء الله. العوده هتبقى بعد اسبوعين لحد 20 مارس ان شاء الله. لو عشنا في نصيب هنبدا في النيوتريشن بالتفصيل. النهارده هنتكلم كده في خمس دقائق سؤال صغير اللي هو الريليشن بتوين فود اند كانسر. امبارح اتكلمت على الريليشن بتوين فود اند ديزيز. فلو هنتكلم على الريليشن بتوين فود اند كانسر يهمني اربع حاجات. اول حاجه اللي هم ايه؟ في اكل زيادته بيعمل كانسر. الكلام ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت. والتسجيلات انا منع التسجيلات ومنع تداول التسجيلات وقلت اكتر من 500 مره. منع تداول التسجيلات ومنع التسجيلات وتداول التسجيلات المسبقه ومش مسامح اي حد في هذا الكلام. ودي امانه بقى بيننا وبينكم يعني قدام ربنا. فازاي الاكل يعمل كانسر؟ اول حاجه في اكل زيادته يعمل كانسر. في اكل رأسه يعمل كانسر لو انتيك. وبعد كده في حاجه اسمها تايب اوف فود يعني في اكل معين هنتكلم عليه بيحمي من الكانسر او بيعمل كانسر. انا بتكلم على الفاكتورز اللي بتحمي واللي بتعمل. وبعدين في كارسينوجينز. كارسينوجينز فورمت ان فود. فعشان نتكلم مع بعض كده واحده واحده ده مقدمه كده كلام سهل. احنا خلاص خلصنا الكلام الصعب خلاص بقى ما عادش هيلث سيرفيس. اول حاجه ايه الاكل اللي زيادته بيعمل كانسر؟ قال لي الاكل الكتير عموما كارسينوجينيك. الاوفر نيتريشن والاوبيستي عموما الاكل الكتير عموما تحس منه كارسينوجينيك بيعمل كانسر بقى ايه؟ اوسوفاجس وبريستو اندوميتريا كل حاجه. تاني حاجه اكل الدهون كتير كارسينوجينيك. خدنا امبارح نسبه الفات المفروض تبقى من كام لكام في الدايت؟ من 25 ل 30% في الدايت. لو نسبه الفات زادت عن من 30 ل 40% من الدايت خصوصا الدهن اللي موجود في اللحمه والفراخ اللي هو الانيمال اوريجين ساتيوريتد فاتي اسيدز دي بتشتغل سينرجيستيكالي يعني بالتزامن في نفس الوقت مع تيومر جروث فاكتورز بتعمل كانسر. زياده الملح خدنا امبارح سؤال كان اسمه ريليشن بتوين فود اند ديزيز مش فود اند كانسر. فقلنا زياده الملح بتعمل ايه؟ جاوت وهايبر تنشن. انا النهارده بتكلم عن كانسر. زياده الملح بتعمل اي نوع من الكانسر؟ اوسوفاجس وستومك. يبقى انا عندي في ثلاث حاجات لما بيزيدوا بيحصل كانسر. زياده الاكل عموما الاوفر نيوتريشن اوبستي عموما. بعد كده زياده الفات او الدهون وزياده الملح. طب في بعد كده حاجات لقصها بيعمل كانسر تبداوا بحرف الاف اللي هما الفايبرز والفروتس والفيجيتابلز. الفايبرز موجوده فين؟ موجوده في الحبوب السيريالز في العيش والتوست والبقسماط والقمح والشعير. الفايبرز موجوده برضه في الخضروات في الفيجيتابلز. نقص الفايبرز بيعمل كولوريكتال كارسينوم ونقص الفيجيتابلز والفروتس. وبعدين في قاعده عامه بتقول ايه؟ كل ما تاكلي اكل فيه فايبرز قليله اعرفي ان نسبه الفات فيه بتكون عاليه ونسبه الانتي اوكسيدانتس فيه بتكون قليله اللي هي كلمه سي فيتامين سي وبي اي. الحاجه اللي بعد كده ايه نوع الاكل؟ التايب اوف فود اللي بيبروتكت من الكانسر. ثلاث حاجات ده بحرف الاف. اول حاجه الفاتي اسيدز. نعم هي الفاتي اسيدز بتبروتكت من الكانسر اللي هي المونو انساتيوريتد فاتي اسيدز. صلحوها بدل بولي خليها مونو انساتيوريتد فاتي اسيدز. المونو انساتيوريتد فاتي اسيدز اللي بتحمي من الكانسر اللي هي زيت الزيتون وزيت السمك. دول بيحموا من الكولوريكتال كارسينوم. الاف اللي بعد كده فتافيت. فتافيت اللي هي ايه خدناها امبارح اللي منكم كان حاضر امبارح اللي هي المايكرو نيوتريانتس او التريس اليمنتس. عارفين الديفينيشن بتاعها اللي خدناه امبارح؟ دي السنه اللي فاتت في الام سي كيو. المايكرو نيوتريانتس دي بتحمي من الكانسر. الاف اللي بعد كده فوقان. عارفين القهوه؟ الكافيين اللي في القهوه بيحمي من الكانسر انتي كانسر. الشاي بيحمي من الكانسر. السوفت درينكس اللي في اي حاجه فيها فلافينويدز دي ماده انتي كانسر او انتي كارسينوجينيك. يبقى ثلاث حاجات. طب ايه بعد كده الكارسينوجينز اللي في الاكل اللي ممكن تعمل كانسر؟ ادي الكارسينوجينز اللي في الاكل اللي ممكن تعمل كانسر. في حاجات مايكروبيال كونتامينتس. مايكروبيال خدناهم امبارح زي مين؟ زي الاسبرجيلس الفطريات بتطلع مايكوتوكسينز زي اللي هو نتيجه سوء تخزين الحبوب والمش عارف ايه. في حاجه اسمها اوكرا وقفله. قفله واوكرا. في القفله توكسين والاوكرا توكسين بيعملوا كانسر ليفر وكيدني.
كان عندي الكونتامينس او الكارسينوجينز في يا دكتور عمرو في مايكروبيال وفي كيميكالز. هقول تاني، يبقى لما اجي اتكلم على ريليشن بتوين فود اند كانسر، فود اند كانسر في حاجات زيادتها تعمل كانسر زي الاكل الكتير عموما اوفر نيوتريشن، الفات انهي فات الانيمال اوريجين ساتوريتد فاتي اسيدز، والملح في حاجات ناقصها يعمل كانسر، فايبرز فروتس وفيجيتابلز في ثلاث انواع ثلاثه اف يحموا من الكانسر، فتفيد فوقان مايكرونيوترينتس الشاي والقهوه والحاجات اللي فيها فلافونويدز والفاتي اسيدز، انهي نوع من الفاتي اسيدز اللي صلحناها المونو كارسينوجينز في مايكروبيال وكيميكال. ايه بقى الكيميكال كارسينوجينز اللي موجوده في الاكل بقى؟ قال لي خمس حاجات. في الكيميكالز اللي بتستخدم في الزراعه زي ايه خدناهم امبارح، زي البيستيسايدز. انهي نوع من انواع البيستيسايدز كارسينوجينيك؟ اورجانوفوسفورس ولا اورجانوكلورين؟ اورجانوكلورين، لان الكلور هو الماده المسرطنه، يبقى الاورجانوكلورين بيستيسايدز. في الهربيسايدز، يعني ايه هربيسايدز؟ اللي هي الويت كيلرز، بيطلع كده زي حاجات كده بتطفل على الزرع الاعشاب دي، فانهي نوع من الهربيسايدز برضو داخل فيها كلورين؟ النيتروجين فيرتلايزرز، انهي نوع من المخصبات النيتروجينيه او الاسمده النيتروجينيه؟ النيتريت والنترات، سماد النترات بتحول لو احنا خدنا ال 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 الخضروات دي من غير ما نغسلها كويس بتحول في الماده الى حاجه اسمها نيتروزامايدز او نيتروزو كومباوندز، دي ماده كارسينوجينيك. يبقى اول حاجه الثروه النباتيه، الثروه الحيوانيه، الهرمونات، الحقن بتاعه الفراخ، بتاعه العجول، الفيترينري دراجز، فيترينري يعني ادويه بيطريه. في حقن او هرمون اسمه بيست، لكن مش بيست ولا حاجه، هو اسمه بيست لكن بيعمل كانسر. بيست ده اختصار حاجه اسمها بوفاين سوماتوتروفين، ساعات بندي استروجين، بروجسترون، تستوستيرون عشان نزود الايه الثروه الحيوانيه، كل دي مواد كارسينوجينيك. ثاني، يبقى ايه هما الكيميكالز الكارسينوجينيك؟ الحاجات اللي بتستخدم في الزراعه، بيستسايدز، هيربيسايدز، فيرتلايزرز، حاجات الثروه الحيوانيه، الدراجز، الحاجات اللي بتستخدم في عمليه صناعه التغذيه، صناعه الغذاء زي الفود اديتيفز. الاكل بقى معفن قوي اللي هو فبيحط عليه مواد عشان تضيع الريحه الوحشه اللي فيه، مكسوف انت من ريحه الاكل، فكان بتكسف من ريحه الاكل دي اللي هي الفود اديتيفز، بتكسف اللي هي ايه؟ مكسبات الطعم. البي اللي هي البرزيرفاتيفز، اللانشون والسوسيس والهمبرجر والهوت دوج لون احمر، لان الماده اللي عليه اللي هي النيتريتس والنترات لونها احمر، وقلنا بتتحول الى ماده مسرطنه في المعده اسمها نيتروزو كومباوندز. السي اللي هي الكالرنج ماتيريالز، عارفين الكالرنج ماتيريالز الحاجات اللي هي الجيري والحاجات اللي هي المواد الملونه، في ماده اسمها زنسين دي ماده لونها احمر بتعمل حاجه اسمها سيلولا دينوما، وماده ثانيه اسمها امونيا كراميل دي ماده لونها اصفر بتعمل ليكوبينيا. الاس معناها السويتنرز، الناس اللي بتعتمد على سكر الدايت اللي هو السكرين، لو جبت اي شوكولاته اي حاجه بسيطه سكرين ده بيعمل كانسر بلادر، لكن الاسبرتام ما فيش ايفيدنس انه يعمل كانسر او السايكلاميت، اللي بيعمل كانسر السكرين. والاس معناها سولفنتس، مش في كل السوبر ماركت، لكن لو رحت مترو في نوع من انواع الكافي اسمه ديكافينيتد كافي، يعني بن ما فيش فيه كافيين. احنا من شويه قلنا الكافيين ده انتي كارسينوجينيك، لكن البن اللي ما فيش فيه كافيين ده كارسينوجينيك. اشمعنى؟ لان الماده اللي استخدمناها في الديكافينيشن اوف كافي اسمها دايكلورونيسان، الماده دي ماده مسرطنه. عارفين الكافي ميت اللي اتحط على النسكافيه والحاجات دي؟ يبقى ده انا بتكلم مش من اول ولا ثاني مره، بس الاعتماد عليه بصوره متكرره ده كارسينوجينيك. الاف فليفرز، عارفين البونبوني اللي هو الفروتس والحاجات البونبوني والباستيليا والحاجات بتاعت العيال دي، مش كده؟ الحاجات الملونه دي اللي لها ريحه دي اللي هي الايه السترس، الحاجات اللي بتعمل ليمون والموالح والليمونين والحاجات دي كلها كارسينوجينيك. يبقى احنا قلنا دلوقتي اول حاجه الفود اديتيفز، ثاني حاجه عمليه تعبئه الطعام او الباكجنج. عمليه تعبئه الطعام الكيس البلاستيك معمول من ماده اسمها فينايل كلورايد، فانا عندي الباكجنج برضه زي الفاكهه اللي بتطلع في غير مواسمها، التفاح والعنب والحاجات دي كلها واخده كلها ايه فود اديتيفز عشان تغير الطعم. الباكجنج برضه في الكتاب صلحوها مكتوب حاجه مونوميريك، تاني مش مكتوب مونوميريك، صلحيها مونوميريك. لا مونوميريك يعني ايه؟ يعني كيس البلاستيك، وحده الكيس البلاستيك او وحده الكرتونه او العلبه اسمها فينايل كلورايد او بولي، حاجه اسمها بي سي بيس اللي هي بولي كلوريتد باي فينايلز. حضرتك كيس الهمبرجر اللي بتشتريه غير الهمبرجر نفسه اللي فيه النيتروز اماونز او النيتريتس والنترات، الكيس البلاستيك معمول من ماده اسمها فينايل كلورايد او بي سي بيس. بي سي بيس ده اختصار مشهور، بولي كلوريتد باي فينايلز، بي سي بيس هناخدها بالتفصيل في شابتر الاوكيبيشنال.
فالكيس البلاستيك ده والورقه اللي مرسوقه على الكيس والحبر اللي مكتوب بالورق كل دي داخل فيها مواد مسرطنه اللي هي البولي البي سي بيز بولي كلوريد بايفينايز او المونوميرك. الميه اللي بنطبخ بيها انت لو رحت لاي كافيتيريا ولا اي مش عارف ايه دخلت عنده جوه هتلاقي جايب برميل مليء ميه يصب يحط لك ايه كوبايه يحط في الكنكه مش ميه من الحنفيه ميه مركونه عنده يبدا ويحط في الكنكه ويعمل لك القهوه والشاي والقهوه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فبنقول الميه لو احنا اعتمدنا على الميه المركونه فتره طويله بيبقى فيها مواد مسرطنه اللي هو الكلورين والكلوروفينولز والكلوروفورمز دي مواد مسرطنه بتعمل كولوريكتال كارسينوما وبلادر كانسر. برضو الميه الجوفيه اللي بيعتمدوا على الميه الجوفيه بصوره دائمه نسبه الفلورايد كونتنت تبقى عاليه فالفلورايد بيعمل كانسر بون. بعد كده بقى هنيجي نتكلم على اربعه الهيفي ميتالز. دي رقم اربعه في ايه؟ رقم اربعه في ايه الهيفي ميتالز؟ في الـ في الـ ايه في الكيميكال كارسينوجينز. احنا قلنا ايه هم الكيميكال كارسينوجينز؟ احنا مايكروبيا خلاص. الكيميكال كارسينوجينز اللي هم ايه؟ بتاعت الزراعه او الثروه النباتيه البست والهيرب والنيتروجين فيرتلايزرز وبتاعت الايه؟ الهرمونات وبتاعت الاطعمه اللي هي الفود اديتيفز والباكجنج التعبئه والميه. مش في الميه بتدخل في الصناعات كتيره جدا الصناعات الاغذيه العصير والبيبسي والحاجات دي كلها لو ميه مركونه. بعد كده هيجي الدرس الرصاص. خدنا في حصه امبارح ازاي الرصاص بيوصل للاكل عن طريق الكاند فود. حتى لو الكنز نفسها دكتور ايهاب مش رصاص السولجرنج لحام بتاع الكنز ده عباره عن لحام رصاص فعشان كده ممكن يحصل ايه. احنا خدنا امبارح الكونتينرز كونتاكت مع الاسيتيك فود لو فاكرين حصه امبارح او اثناء السولجرنج وفي الكاند فود. غير كده وكده كان مواسير الميه زمان معموله من الرصاص. الارسنيك اللي هو الزرنيخ بيوصل للاكل ازاي؟ ده موجود مكون اساسي من مكونات المبيد الحشري او المبيدات الحشريه الزرنيخ. في نوع من البيستسايد اسمه ارسنيك او ارسنيكال بيستسايدز وفي ماده اسمها الالوم خدناها في الووتر اللي هي الشابه اللي كنا بنحطها على الميه عشان تعمل كوايكوليشن الالوم. فبنقول ان الالوم داخل فيها الزرنيخ. في الكادميوم خدنا في حصه امبارح ان في حاجه اسمها الصرف الصناعي. ميه الصرف الصناعي المصانع اللي عاملين بتصرف ميه. الميه دي بيكون فيها ماده معدن اسمه ميتال اسمه الكادميوم. الكادميوم ده لما خدنا امبارح مش خدنا الميركل امبارح قلنا البيركل ده ممكن نستخدم الميه دي في الاريجيشن بتاع الكروبس المحاصيل او السمك بيحصل بايو ماجنيفيكيشن في الفريش فيش. فدي المعادن اللي هي بتوصل الاكل. اخر حاجه خالص طريقه الطبخ نفسها الكوكينج ممكن تبقى كارسينوجينك اللي بيسخن عيش على النار مباشره او بيشوي الفراخ اللي هو الجريلينج الشوي على الدايركت فليم النار مباشره بتتكون ماده مسرطنه ناخدها بالتفصيل في شابتر الاوكيبيشنال اسمها باس بولي سايكليك اروماتيك هيدروكاربونز بي اي اتش اس اختصار مشهور ممكن تكتبه في الامتحان. باس بولي سايكليك اروماتيك هيدروكاربونز بولي سايكليك اروماتيك هيدروكاربونز ده نتيجه الايه الجريلينج على طول او اللي بيشتري طعميه بقى حتى من قبل ما الزيت يغلي. التحمير باستمرار في نفس الزيت بتتكون ماده مسرطنه براونينج يعني التحمير براونينج التحمير اكتر من مره براونينج التحمير اكتر من مره في الزيت بتتكون ماده مسرطنه اسمها هيتيروسايكليك امينز. كل دي مواد مسرطنه. فاحنا عشان ممكن السؤال يجي ايه هي الميجرز تو ريديوس الكانسر ريسك اول حاجه نعتمد على البالانس دايت. خدنا في حصه امبارح يعني ايه بالانس دايت. يعني ايه بالانس دايت؟ بروبر بروبورشنز يبقى اول حاجه يكون سفيشنت اماونت. الحاجه الثانيه بروبر بروبورشنز العناصر فيه نسبه كانت كامل كارب كان نسبته كامل كارب. انا امتحان الهيلث سيرفيسز اجلته عشان يبقى بعد امتحانات الراوندات عشان ما يجيبوش وتركنوه ويترمي مع الورق وخلاص عشان تمتحنوا. الكارب يا دكتور عمرو من 15 من كام من 50 60% نسبه البروتين من 15 ل 20 نسبه الفات من 25 ل 30 وفي مينرالز وايه وفيتامينز. فاول حاجه بالانس دايت. نيجي للفات بقى نزود ولا نقلل الفات؟ نقلل. الفايبرز نزود ولا نقلل؟ نزود. ايه السورس بتاع الفايبرز؟ سيريالز او ليجيوس. سيريالز يعني ايه سيريالز؟ حبوب القمح والرز والذره والشعير اسمهم سيريالز. لكن ليجيوس البقوليات اللي هي الفول والبسله. بيز يعني بسله وبينز يعني فول. يبقى نقلل الفات نزود الفايبرز. طب والفيجيتابلز والفروتس نزود. ناخد كام سيرفنج فيجيتابلز في اليوم؟ ثلاثه يعني ثلاث طماطمات ثلاث خياريات ثلاثه.
كام سيرفنج فروتس في اليوم؟ 2 ثمره برتقال او كوبايه عصير برتقال فريش، كوبايه العصير ب2 سيرفنج، يعني الثمره بواحد العصير ب2. غير كده وكده مش ما ينفعش بس نعتمد على البالانس دايت، لازم نبعد عن الحاجات الكارسينوجينيك اللي هي الايه السمك واللحوم المدخنه او الحاجات المخلله، الحاجات اللي سموك بيكلد يعني الخضر والترشي، خلاص السموك او الحاجات بقى اللي مش عارف شرائح الرومي المدخن الفراخ المدخنه، وكنترول الويت وافويد الاوبيستي والاكسرسايز. في حته مزوده برضه في الكتاب ما كانتش موجوده قبل كده اللي هي نيوتريشنال كونسيكوينسز اوف كانسر. ربنا يعافينا جميعا. في 5 حاجات مهمين في الاند ستيج بتاعت الكانسر، في كاشيكس هتضبط في الجراحه السنه اللي بعد الجايه بالتفصيل، العيان بيدخل في انكريس في الميتابوليك ريت، بيزن الميتابوليك ريت بيحرق على طول، بيسيح لايبولوسيس، بيتكسر بريك داون اوف بون، بيخر نيتروجين، بيفقد نيتروجين بروتين كل حاجه، بروتين بيفقد بروتين، بيفقد ليميتس، بيفقد كالسيوم، بيحصل زياده في الكاتابوليزم في البيزن الميتابوليك ريت كاشيكس. انيميا ديت الكانسر عشان نفسه مسدوده انوركسي فمش بياكل. غير كده وكده عنده ميلينا هيموبتسيس هيماتيمسيس، عمال ايه يفقد ايه في بلد من الاورفيس بتاعت البادي، برضه ربنا عافينا ونعافيكم. بياخد كيموثيرابي بيسد نفسه على الاكل، بيدخله في نوسيا في دايريه، بياخد سيرجري او عمليه بتزود الكاتابوليزم وله نظام غذائي معين بعد العمليه، لو عملنا له ريدوثيرابي برضه هيحصل له مال ابزوربشن وديسبيشيا ودايريه. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله نشوفكم بعد الراوندات. اللي ما حضرش حصه امبارح انا هعيدها بكره الساعه 12:30 ان شاء الله باذن الله.